تواصل الحكومة تنفيذ مبادرات خفض الأسعار والتي تستهدف خفض الأسعار للسلع الأساسية بنسبة 15 من 15 إلى 25 في المئة والسيطرة على الزيادة في الأسعار وخاصة أسعار المنتجات الغذائية تأتي المبادرة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وتشمل الفول والعدس والألبان والجبن البيضاء والمكرونة والسكر والزيت والأرز وذلك إضافة إلى إعفاء السلع التي تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم لمدة ستة أشهر عن كهل المواطنين تواصل أجهزة الدولة تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية مبادرة للسلع الاستراتيجية تتراوح تخفيضها من 30 إلى 40% على جميع السلع الاستراتيجيه زي الزيت السمنه المكرونات الرز السكر الالبان الجبن تاتي المبادره تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه حيث تواصل الدوله خفض اسعار السلع الاساسيه والتي تم التوافق عليها مع القطاع الخاص حيث حرصت الحكومه بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجاريه واتحاد الصناعات المصريه على اطلاق مبادره تخفيض اسعار سبع سلع اساسيه التخفيضات بتتراوح من نسبه 20% ل 30% الرز كان ب 22 نزل ل 22، الزيت نزل من 41 لحد 31، السكر نزل من 40 لحد 27، والمكرونه نزلت من 10 لحد 6 جنيه ونص. وطرحت الدولة كميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.